ممكن أسأل سؤال؟ إيه آخر هبة من الوهاب في حياتك؟ أنا يعني بالنسبة لي السفرية دي أكيد 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 يعني السفرية دي؟ فعلاً بدون ما نعمل حاجة جت رزق من ربنا كده. السفرية دي ممكن حاجة بسيطة برضه زي الفطار اللي فطرته يعني. زي الشمس. زي الشمس. الوهاب الذي يهديك دون أن تطلب. يا سلام، يا ترى آخر هدية. إديني أمثلة لهبات الوهاب. عمرة من غير ما تكون مترسل. حجة وأنت لا تسعى ليها وتجيلك لغة عدد. يا ما حصلت معنا. صلاة التراويح برضه. صلاة التراويح وأنت مش مرتب تبص تلاقي نفسك رحت صليت أو دخلت. ابنك يجي يقولك بحبك. تبليغ ليلة القدر ممكن ما تكونش عارف اللي هي دي الليلة. ربنا يديلك هدية وهبة يعني. عاصم، هي ليلة القدر أصلاً هبة من الوهاب؟ هو إحنا عملنا إيه عشان ناخد ليلة القدر؟ إحنا بنصلي رمضان كله ومطلوب مننا نصوم وخلصنا على كده، خلصت رمضان خلاص تقبل الله. صح. لا لا لا، في هدية. في هدية اسمها ليلة القدر. وفي آخر رمضان يعني. في آخر رمضان. في آخر رمضان. ليكوا عندي هدية. ليكوا عندي هدية اسمها ليلة القدر، دعاءكم فيها يستجاب. كويس إن إحنا نقول الكلام ده وإحنا داخلين على ليلة القدر، دعاءكم فيها مستجاب. ويغفر ليكم كل اللي مضى وفات وأعفو عنكم وأرضى عنكم. أربع هدايا، دعاء مستجاب وعفو عن كل اللي فات وإجابة دعاء ورضا من الله سبحانه وتعالى. يا سلام. ها يا جماعة، انتوا عارفين أوحش حاجة إيه؟ إن أنا أقول لك فاكر آخر هدية من ربنا وما تفتكرش. لا، أصل حاجة من الاتنين، هو ما يبعتلكش هدايا ولا إيه؟ وزعلان منك؟ لا، ده 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 انا اجري وصلحه واستغفره. مفيش هدايا يمكن ما كنتش انا شايفها برضه. اه ده هي ما انا لسه انا جاي لك وانت جبتها الاول، ودي الاصعب. او عمال يديك هدايا وانت مش شايف. بس دي وحشه اكتر دي. يا جماعه، انا جبت لك يا عاصم هديه ساعه برضه، كويس، خدتها مني وقمت رميها وما شكرتش عليها وما فرحتش بيها، اديك هديه تاني ليه؟ اوعى يا جماعه يكون بيبعت لك هدايا وما بتشكروش عليها. اذا كانت الرحله دي هبه من الله، اوعى ترجع منها ما تشكروش. والشكر انك تستمر في عمل الخير. ازاي اشكر الوهاب على هباته؟ اعملوا آل داوود شكرا. يعني ايه الايه؟ عايزين تشكروني؟ اعملوا حاجات حلوه. ايه ده؟ ربنا بيقول لنا انا عايز الشكر العملي. انا عايز حاجه يعني مش كلام. اعملوا آل داوود شكرا. خلوا الشكر بتاعكم عمل، عمل خير. يبقى الرزق انت بتسعى قبل الرزق، الهبه انت بتسعى بعد الهبه. لان الرزق انت بتسعى عشان ربنا يرزقك، هو امرك بكده. طيب جات لك الهديه تسعى بعديها، يبقى جات لك ليله القدر، يبقى انا مكمل معاك يا رب. يبقى جات لك الرحله دي يا ابراهيم، يا رب انا مش هرجع هوقف ذكر، انا هكمل معاك الذكر. لو اداك هديه اوعى تفرج فيه واشكروا عليها. ليه؟ انتظر هدايا كتير بقى. ايه ده، هو ربنا بيتعامل معانا بالسهوله دي ازاي؟ احنا ما كناش فاهمين ربنا كده. والله هو كده، بس التشدد والتطرف خلى الناس تبعدنا عن ربنا ويخلونا نخاف ونحس ان التعامل مع ربنا كله خوف ورعب، وربنا حنين قوي وبيطبطب علينا قوي. ده ال 10 ايام دي كلها حنيه. خدوا الليله دي. الوهاب يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور. فاحنا وجودنا في الحياه اصلا هبه من ربنا. يا سلام يا عاصم، عاصم بقى جامد قوي. يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور، فاحنا وجودنا بقى هبه من الله. صح، انت وجودك هبه. انت بص على الكائنات اللي حواليك، انت كان ممكن تكون حاجه زي كده او مش موجود اصلا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ايوه، جه عليا يوم لم اكن شيئا مذكورا. انت هبه من الله، عشان كده لا يمكن يجي الخلفه في القران الا معها كلمه الهبه. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. ايه ده؟ ووهبنا له ايه ده؟ ده يحيى. ده دايما تيجي بكلمه. والنبي لما يبارك لواحد خلف يقول له بورك في الموهوب وشكرت الواهب. في حاجه اخيره لها علاقه باسم الله الوهاب. موهبتك هبة من الوهاب. شفتوا؟ بص، شفتوا أسماء الله الحسنى؟ شفتوا الكون كله متربط بأسماء الله الحسنى إزاي؟ موهبتك إيه؟ دي هبة من الوهاب. اوعي تستخدميها في معصية الله.
صوتك حلو، اوعى تستخدمه في افساد الناس، غني غنى حلو. موهبتك ايه؟ الرسم، ارسم اللي يحبب الناس في الخير. موهبتك ايه؟ لعب الكوره، خليك مثل كويس. موهبتك ايه؟ مهندس شاطر ذكي، ابني اللي يعمر الارض ويبنيها. دكتور، عالج الناس. اوعى تستخدم موهبتك يديك هبه تستخدمها في اللي يغضبه. طب شوف هيحصل لك ايه بقى. يديكي شكل حلو فتبوظي الدنيا. الوهاب، احنا في ليلة القدر وداخلين ليلة القدر، هبة من الوهاب. يا وهاب بلغنا ليلة القدر. آمين. يا وهاب بلغنا ليلة القدر. آمين. يا وهاب بلغنا ليلة القدر. آمين.